فهمت. هاد في جاي مهرة بعت رجاله لهالمكان مشان يدوروا علي وعلى رفقاتي. هلأ لازم خبر كاتي وبامي وقاجرة بهالشي. بس كيف؟ وأنا ما بعرف عنهم شي. لك هاد جاي لهون شو أعمل؟ ولي هاي بتعرف حدا من هدول البنات؟ ليش؟ انت شرطي شي؟ انت بتجاوب بس على قد السؤال وإلا وإلا شو؟ لا أخي، القصة كلها إنه الأوتيل اللي منشتغل فيه احترق والبنات من هداك الوقت مفقودين، ونحن ما عم نقدر نعرف أي معلومات عنهم أو عن مكانهم، وعم ندور عليهم بكل مكان لنتأكد من سلامتهم. لهيك نحن عم نسألك إذا بتعرف أو شفت حدا منهم تعال لعنا وخبرنا ومنكون ممنونين إلك. العمى شو قلنا؟ كذاب واحد ندل. ليك وأنا ما عاد فيني أتحمل هالإهانات. خلص أنا رايحة. بامي انتي حاولي تفهمي الوضع منيح. بامي المرأة لسه هلأ لحتى طابت من مرضها. انتي ما لازم تزعلي من تصرفاتهم بهالوضع معنا. كاتي وليش لازم ما ازعل؟ كلياتنا وقفنا معهم كتير منيح واحترمناهم. يا ترى شو اخذنا بالمقابل؟ ولا شي. بس بكفي، انا ما رح ضل هون ولا دقيقة واحدة زيادة. أنا كمان في عندي أحلامي وما رح ضل عم بستنى لحتى تتحقق، لأنه ما رح يصير شيء إذا بضل هون. بامي خلص بقى كاتي. بامي استني، لك استني شوي واسمعيني بس. بامي خلص اتركوني روح. قاجرة قليلة. بامي اسمعيني.